في كل ناحية. المهندس عصام مصطفى ضبش، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، وهي الإدارة المسؤولة عن تأمين وسلامة الملاحة بقناة السويس. بنرحب بسيادتك بهيئة قناة السويس بمركز التدريب البحري والمحاكاة، وتعتبر من أحدث مراكز المحاكاة في الشرق الأوسط، بل بضاهي مراكز المحاكاة والتدريب في العالم. حضرتك، مركز التدريب البحري والمحاكاة يتكون من عدة أنظمة محاكي: محاكي الملاحة البحرية، ومحاكي ذات ملاحة البحرية المطور، محاكي القاطرات، محاكي مكافحة التلوث. علشان نقدر ندرب السادة المرشدين عندنا في قناة السويس ونخليهم على أعلى مستوى من الكفاءة، أنشئ هذا المركز سنة 95، وتم العمل به سنة 96، وكان في الأول مزود بأحد المحاكيات، ومع تطور أبعاد وحمولات السفن اضطرينا أن احنا نواكب العصر، وجبنا محاكي مطور بدل المحاكي القديم. جبنا محاكي مطور سنة 2020، مزود بأحدث الأنظمة المحاكاة في العالم. سيادتك، طبقا لمواصفات المنظمة البحرية الدولية الاي ام او وهيئات الإشراف، وطبقا للقياسات الدولية دي ان في كلاس اي، وده حضرتك مراكز المحاكاة اللي موجودة بندرب بيها المرشدين الجدد على كيفية إرشاد السفن في القناة، وفي نفس الوقت بنرفع مستوى السادة المرشدين القدامى لهيئة قناة السويس. عندنا برضو محاكي القاطرات، ومحاكي القاطرات ده يا فندم اللي هو اللي بتساعد على تسيير السفن بسلامة في قناة السويس في حالة حدوث أي أعطال أو شحط زي ما حصل الأسبوع السابق، بتقدر القاطرات تشد هذه السفن العاطلة وتجنبها بره القناة. عندنا محاكي مكافحة التلوث والانسكاب البترولي، ده بيقدر يتعامل مع أي بقعة زيت في قناة السويس أو في المواني المطلة على قناة السويس. بأحدث برضو الأنظمة نقدر نسيطر على هذه البقعة الزيت. عندنا حاليا يا فندم بنطور برضو من مركز المحاكي، جبنا عندنا محاكي الخرائط الإلكترونية، جميع السفن اللي بتمر في قناة السويس حاليا مزودة بنظام الخرائط الإلكترونية الإكدس، وده إن شاء الله هيفتتح بعد شهرين في مركز التدريب البحري والمحاكاة. محاكي القراقات، وده إن شاء الله هينضم لمركز التدريب البحري والمحاكاة بمجرد وصول القراقة مهاب مميش إن شاء الله الشهر القادم. كذلك عندنا محاكي غرفة الماكينات، ده برضو جاري إنشاؤه بحيث بندرب الأطقم الفنية على كيفية التعامل في حالة حدوث أي أعطال أو مشاكل في غرف المحركات الخاصة بوحدات البحرية. شكرا فندم. تؤمر فندم. مهندس صبري نصر، رئيس مركز التدريب البحري والمحاكاة. بنرحب بحضرتك يا فندم، احنا موجودين حاليا في غرفة محاكي التلوث والانسكاب البترولي. هنا بندرب الأطقم الفنية اللي بتحاصر وتكافح بقعة زيت، بنعمل سيناريوهات. ده سيناريو قدام عينينا دلوقتي، السيناريو ده في بقعة زيت تسربت في أحد من أحد السفن في مدخل الجنوبي لقناة السويس في مدينة بورت توفيق، وعندنا وحدات بحرية بتاعتنا بتاخد الحواجز المطاطية بتحاول تحاصر بقعة الزيت. عندنا برنامج، البرنامج ده بيساعدنا على التنبؤ من ناحية الخرائط في ان احنا نتنبأ ببقعة الزيت هتتحرك بعد ساعة وبعد اثنين وبعد ثلاثة هتكون فين. قدام مننا خريطة بتقول ان البقعة مكانها لونها اسود، وكمان بنحدد النقاط والاماكن الهامة في محطة كهرباء ابو سلطان. المحطة دي بنعتبرها منطقة حساسة. البقعة بعد ساعة وبعد اثنين وبعد ثلاثة هتكون فين؟ ممكن تتحرك ناحية محطة أبو سلطان. يبقى أنا بحاول إن أنا أحاصر البقعة وأكافحها قبل ما توصل لنقطة حساسة زي كده، من خلال استخدام وحدات مكافحة التلوث والانسكاب البترولي وتشتيت البقعة قبل ما توصل لأماكن حساسة. وشكرا فندم وأي خدمة. شكرا سيادة الفندم.
عشان يعرفوا خصائص بعض خصائص قناة السويس وعمل المرشد وطريقة التعامل مع المرشد في يحصل عبور آمن للسفينة. احنا هنا سيادتك في غرفة المحاكاة بنحاكي غرفة مركب بالضبط نفس الشاشات الرادار الجدس والاعدادات هي بالضبط غرفة قيادة السفينة. أي تجديد بنحاول نجددها من الغرفة المجددة لأحدث محاكاة في العالم في الشرق الأوسط. احنا هنا على مركب طوله 222 متر داخل ميناء بورسعيد بالتفريع الغربية لقناة السويس المدخل الشمالي بتاعنا. هنحاول نعمل لسيادتك بعض السيناريوهات اللي هي بتوضح خصائص المحاكي وبالاضافة لكده طريقة تعليم المرشدين او الظروف اللي احنا بنحطهم فيها. فهنعمل ران. جاي نعمل ران. دلوقتي احنا في رؤية طبيعية هو المرشد بيشوف الرادار والخرايط وبنعلمه ازاي يمشي بيهم والطرق ازاي يخش بالمركب بتاعه في منتصف النرم الملاحي عشان التأثيرات الملاحية ما تكونش على المركب بتاعه خالص. احنا عندنا ممكن نعمل ظروف تانية زي بتحصل زي الليل. نعمل ليل. في الليل طبعا احنا عندنا بنشتغل طول النهار ما بنوقفش في نهايه قناه السويس نهائيا. فبنقول له ان لازم تعرف الشنطرات بتحدد الشنطرات او بتشتغل على الرادار او برضه نفس الحكايه بالخرائط اللي احنا بنكتب وتلاقي تمشي بالليل والنهار بامان كامل وازاي توصل للنص المرمى الملاحي تمشي فيه بدون اي تاثيرات عليك. نروح نعمل شبوره. احنا بنعاني من الرؤيه البديله بتاعت الشبوره في الاستمرار في القناه وبرضه احنا بنحاول ما نوقفش الملاحه خالص نهائيا. فباستمرار اتقابلنا الشبوره دي المرشد ده اللي بيدور على ازاي يواجه الرؤيه البديله دي وان هو دايما يكون في امان ومن غير اي خطر على السفينه. وممكن كمان في عندنا اللي هي ساند ستورم. نعمل ساند ستورم. ساند ستورم بالنسبه لنا تحدي اكتر من الشبوره لان الشبوره ما فيهاش ريح لكن ساند ستورم في ريح عالي يعني وحتى البارتيكولات بتاع الرمل بيأثر على الرادارات على موجه الرادارية. فده تحدي ولازم نعمله تمرينات على ساند ستورم لما سيادتك شايف الرؤيه ويقدر يتحكم في مركبه ويمشي بيها بامان كامل داخل مجرى الملاحي. برضه نطلع بحر مفتوح لو سمحت. احنا المرشدين بتوعنا بيطلعوا بره الغاطس والصعيد حوالي 25 كيلو عشان ياخدوا المراكب ونخش بيهم في نفس الطريقه في السويس. فلازم نوجههم محاكاه للوضع اللي هم بيكونوا فيه، واحنا مفتوح لو سمحت. محاكاه في الوضع اللي هم فيه ونعيشهم بنفس الظروف عشان يتعودوا على الظرف ده اللي هم بيه. فسيادتك احنا حاليا في بحر مفتوح وهنبدا نرفع حجم الموج والريح عشان نعيش المرشد في طبيعه المحاكاه اللي هو بيكون فيها. ارفع الريح ارفع الموج. فهنا طبعا من خصائص المحاكي ان انا بقدر اعمل له اي حاجه هو بحيث ان احطه في سيناريو مظبوط لكل حاجه للواقع اللي هو عايش فيه بالظبط. اوكي نرجع نورمال تاني. هنوري سيادتك سيناريو اللي حصل للمركب ايفر جرين ايفر جيفن بالظبط في مدخل السويس. سيادة الربان عبد الحميد الجيني هيعمل لك هيعمل سيادتك التوريد المحاكاه. المحاكاه بتاع المدخل السويس. دلوقتي يا فندم احنا هنعرف
يعني ملخص السيناريو بتاع الحادثة ساعة واحد بالظبط، كان ساعة وقوع الحادثة. طبعا الظروف الجوية كانت فيها سرعة الريح عالية جدا من 35 إلى 40 عقدة، و يعني المركب دي الوينج اريا بتاعتها العرض المساحة المعرضة للريح بتساوي حوالي 17000 متر. فطبعا أي ريح زيادة بيؤثر فيها تأثير مباشر في التوجيه بتاعها. احنا الوقت على المركب زي ما حضرتك رقم التيبل، يعني الرام ادي التيبل هو يبقى جيبن، تيبل جيبن هنا اللي هي قدامنا واحنا ورا عشان نشوف الوضع بتاعها بالظبط. طبعا بالنسبة لنا احنا ماشيين في نص القناة بالظبط. لو سيادتك تلاحظ ان المؤخر بتاع المركب ده جاي ناحية الغرب شوية، يعني جاي ناحية البنك شوية عشان تأثير الرياح. هتبتدي بقى البلوة المؤخر بيجي ناحية البنك، فالبلوة بتيجي يمين طبعا. فما قرب من البنك قوي يعني بعد نص دقيقة بتاع هيقرب من البنك قوي، فالضغوط هتيجي من البنك وهتروح لفة البلوة بسرعة جامدة جدا لا يمكن التحكم فيها. يعني أول ما بتروح البلوة يمين طبعا احنا خدناها قبل كده، والنوع ده من المراكب يعني من 10 سنين بتيجي ومدربين عليها تدريب كامل. زي ما سيادتك شايف هنا البراوة ايه جات يمين وهتوصل لمرحلة نوت اندر كوماند، مفيش سيطرة خالص، ابتدت تلف ودخل الوقت على الشد. طبعا هو لما شاف المنظر ده رفع السرعه، زائد في طيار خلفي من ورا بيزود السرعه كمان، فدخلت بالسرعه دي في البنك بقوه. والحمد لله يعني ظهر ان الدفه بتاعتها والنفس بتاعها سلام مش حاجة، و بالظبط. طبعا العوامل المؤثرة على شحط البرق دي خرجت عن المألوف، لأن رايح 40 عقدة في ودي حضرتك سوس عندنا أضيق حتى في القناة، يعني المسافة دي غير بعد البحيرات. بس يا فندم الأبطال حسام هيشرح الوضع خطر على الخاص. احنا هنا في المحاكم بنعمل مخططات بتساعد صاحب القرار بتساعد الفريق ياخد قرار مظبوط. فاحنا بنعمل هنا المخططات الاول نشوف مدى تجاربها قبل ما نعرض على صاحب القرار ياخد القرار مظبوط. فاحنا عملنا مخطط لعمليه تعويم في المياه العاليه، حطينا قطره بركه واحد واخده سلك واربع قطرات بتدفع من خلف اثناء المياه العاليه. الجنب الثاني في قطرتين واخدين سلوك بتسحب اتجاه شمال شرق، وفي قطرتين قدام صغيرين تحيا مصر واحد اثنين بيدفعوا من البروه. ده خلال المياه العاليه. خلال المياه كان المد الواطي جذب في كراك عندنا مشهور والعاشر من رمضان كانوا بيكركوا في الجزء الشمالي جهه البروه بحيث ان هم يعمل انهيارات وتخلخل للقاع بحيث البروه تخش وترجع تاني في منتصف الاتشان. كان توقعنا نعمل المناوره بتاعت القطر. توقعنا ان شاء الله قلنا ان ممكن المركب دي ما يكونش مكانها سليم، المكان بتاعها سليم بعد التعويم. وكنا عاملين برضه مخطط ان احنا نقطر السفينه بقطراتنا للبحيرات في منطقه امنه. فهنوري لسيادتك المخطط بتاع القطر اللي احنا اقترحناه وهو فعلا اتحقق في الحقيقه.
لكن هو فوجئنا ان المكن طبعا كويس ومشت على كده، لكن برضه كانت متوصله حبال بتاعنا ثلاث اطراف. ده كان الوضع اللي احنا وعدناه، اطرتين موصلين. الأطراد دي قود الشد بتاعها حددناه، في قطر ورا عاملة دفة واستمر لو هي سرعتها زادت، لكن هي مشت على مكانها. الأطراد اللي حواليها مصاحبة لتأمينها لحد المنطقة اللي رغم المختار في البحيرات اللي يحصل الكشف على القاع وحكاية حركة. المحاكم بيعمل أدوار كتير في التدريب، في تحليل حوادث، في أي تجارب بتبقى مثالة الفريق بنعملها هنا، هو بنحيث بنديله بطرق. شكرا جدا.